طب اسمها ايه الحته دي؟ دي الفقرات القطنيه او وصلت الفقرات القطنيه مع عظام الحوض. يعني اللي ده عظام يعني الحوض. احنا عندنا دول عظمتين الحوض ودي الفقرات القطنيه. هو ده ظهره ولا وشه؟ وده الحوض. ده كده احنا باصين يعني من الوش، المشاهد الكريم شايف وشه، شايفين من الوش يعني. ده كده اكن ده ظهرنا من ورا، وهتبقى هنا بطننا قدام، وده الحوض بتاعنا. تمام. يعني دول يعني كده وشه المشاهد الكريم شايفه من وشه، شايفه من وشه. اللي احنا بيهمنا وبنشتغل عليه اللي هو ده بقى كني انا كده بص عليه من الظهر. تمام. لما نقول بقى الام العمود الفقري، العمود الفقري ده كم فقره بدايه؟ احنا قلنا العمود الفقري 33 فقره من اول فقرات العنقيه لغايه حاجه اسمها الفقرات العصاصيه. بس غالبا اللي بيصاب في العمود الفقري اما الفقرات العنقيه او القطنيه، أو اللي القطنية. مش كده؟ احنا يعني الصدريه والنص دي ما بيحصلوش حاجه؟ لا بيتصاب بس هو النسب، هي حاجه اسمها النسب، النسب اقل طبعا. فخلينا يعني بقى في الفقرات القطنيه، في حاجه اسمها الاكثر شيوعا او اللي احنا بنستخدمها او اللي بتحصل اكتر للناس. ده هيبقى الفقرات القطنيه، ده العموم مش كده؟ ده العموم. ويليها لا مش قليله، بس يعني هي موجوده بحكم حتى في ممكن تكون في الكوره شويه او الفتره اللي فاتت شويه. لان احنا عموما العامل او الحد احنا بنحمل دايما على الفقرات ظهرنا من تحت في شغلنا كلنا، سواء شيل او حط او قاعده، لان احنا بنشيل غلط وبنقعد غلط وبنوقف غلط. الفقرات العنقيه بقى بتتصاب دايما، وغالبا دلوقتي بنشوف في الستات اللي هم كانوا زمان بيشيلوا فوق راسهم البستيلا بتاع الميه والجالون فكانوا الصفيحة. في مازال برضه فوق دماغهم، في مازال بعض الناس بتشيل فوق راسها، وربنا مش خلقنا راسنا عشان نشيل فوقيه. فالفقرات العنقية ياما ضاقت على الراس طبول. فالفقرات العنقية ما تستحملش الحمل بتاع ان انا اشيل فوق راسي. ده نقطة خطيرة يا دكتور، حذر الستات منها يا رب. طبعا احنا يعني اي حد بيجي لي بقول له ما فيش حاجة اسمها تشيل فوق راسك خالص، دي حاجة ممنوعة. مش ان انا ما اشيلش دلوقتي او اشيل حاجات خفيفة، لا هي ممنوعة تماما اصلا، لان احنا ربنا خلقنا الراس ديت للتحكم وللإدارة والتفكير، وليس ان انا استخدمها ان انا اشيل. يعني ربنا خلقنا ايدين نشيل بيها يعني، لكن مش ان احنا نحمل فوق الراس. تمام. فالاكثر شيوعا طبعا في الرجاله اكتر الفقرات القطنيه. نتكلم عن الالام التي تصيب العمود الفقري خصوصا الفقرات القطنيه، ايه بقى نوعيه الالام دي؟ احنا عندنا بنسموها في الطب الام اسفل الظهر. الام اسفل الظهر. اي بقى الام اسفل الظهر؟ وهي حاجة منتشرة جدا، يعني مفيش حد ما جالوش فترة فيه عنده وجع في ظهره من تحت بالمناسبة. يعني دي حاجة في العالم كله، يعني اللي عنده ألم أسفل الظهر ما يقلقش يعني. هي ليها علامات تانية. يعني ايه بقى؟ أنا كل واحد هيجيله وجع في ظهره في فترة من الفترات، بس هل ده مقلق؟ الله يبشرك بالخير. لا يعني قصدي يعني هل ده مقلق او هل ده في اوقات معينة؟ انا امتى اروح للدكتور اقول له انا عندي الم في الظهر، عندي الم في ظهر، وامتى ابتدي اقلق او ما تجيلي حاجه لا لازم اتحرك معين في الوقت ده اروح للدكتور؟ نعم. الالام العاديه اللي هي ممكن واحد ينام في يوم يقوم يجيله وجع شويه، ظهره شادد شويه، ويقعد يوم ولا حاجه معاه ويمشي، ده خلاص ده وجع من تحميل زائد، من تعرض لتيار هواء، من نومه غلط. ده بيبقى حاجه مؤقته اللي هو احنا ما فيش فيه مشكله يوم او اتنين وبيفك، ممكن ملهاش اعراض بعد كده، ممكن يفك لوحده خالص ولا في اي حاجه ولا في اي مشكله. تيجي بعد كده بقى الاسباب اللي هي ترجع لحاجه اسمها الماسكولوسكليتال. يعني ايه ماسكولوسكليتال؟ يعني الالام العضليه العظميه اللي يكون ليه سبب معين ثابت في الفقرات هو المسبب لمصدر الالم ده. ايوه. طيب العيان هيحسه ازاي؟ ان هو هيجي ظهره بيوجع كل يوم يتزايد عن اليوم اللي قبله، ما بيتغيرش على مدار اليوم، او بالعكس كل ما اجي احمل بيزيد. ماشي. تمام. طيب خدت المسكنات العاديه وانا في البيت من غير ما استشير طبيب، وابتدت المسكنات العاديه ديت، اخد المسكن ما يروحش الوجع او يقل بنسبه 20-30% وساعه او اتنين ويرجع تاني بنسبه 100% تاني. لا هنا لازم نقلق، نروح للدكتور، نبتدي بقى نستشير الطبيب في الفتره دي. طيب هنا انتوا بتطلبوا اشعات وحاجات زي كده، رنين وصبغات في بقى ده بالفحص بقى. يعني احنا عندنا علامات بالفحص نقدر نشوف عليها، احنا بنسميها الريد فلاجز او الاعلام الحمراء اللي انا شفتها من اول مره
يعني في مرات ممكن اشوف المريض افحصه اقول له انت هتاخد علاج وهت مثلا تستنى 10 ايام فحص سريري. اه فحص سريري. بتعرف بايدك بينه وبينك بصراحه يعني بتحسس على الضهر كده بتعرف يعني؟ لا يعني نعرف هو حاجه اسمها التاريخ المرضي، هو انا ليه بشوف العيان او انا بحتاج اشوف العيان ليه؟ اولا بتكلم معاه عشان اخد حاجه اسمها التاريخ المرضي، اشوف شكل تطور المرض معاه ازاي او بدا معاه ازاي، ايه الحاجات اللي بتزوده، ايه الحاجات اللي بتقلله، بيرتاح منه ازاي، طيب او بيقل معاه ازاي، او بيزيد بيتطور بالشكل عامل ازاي، لان كل نقطه من الكلام بستخلص منها معلومه. دي حاجه مهمه جدا في الطب، ما فيش حاجه اسمها ان انا ما اتكلمش مع المريض او ما اخدش منه التاريخ المرضي كويس. نعم. فاول خطوه لازم اخد تاريخ المرض. التاريخ المرضي بيديني ممكن اوصل ل 70-80% من التشخيص من التاريخ المرضي. طيب الباقي حاجه اسمها الفحص السريري، ان انا اقوم افحص المريض في علامات في رجل العيان وعلامات في ظهر العيان تدل ان العيان ده عنده مشكله في ظهره وفي رجله في وقت فحص رجله. يعني ايه بقى رجله مثلا؟ يعني انا لو لقيت احنا قلنا التغذيه العصبيه بتاعه الرجلين بتيجي من فقرات الظهر، الاصفر ديت دي الاعصاب اللي بتخرج ما بين الفقرات القطنيه، دي الفقرات القطنيه 4 5 دول دي 1 2 3 4 5 دي الفقرات القطنيه اللي هم الخمس فقرات. تمام. وبتمسك في حاجه اسمها الفقرات العجزيه اللي هم يعتبروا خمسه بس لاحمين في بعض. تمام. ويبقى عندنا حاجه اسمها الوصله بين الفقرات القطنيه والعجزيه. دي فقره برضو اللي هي الوصله اللي ما بين اسمها وصله مش فقره. عشان كده دايما الرنين اسمه رنين على الفقرات القطنيه والعجزيه، ان هم هي وصله واحده على بعضها وصله. يعني لازم ما ينفعش اقف بالاشعه لغايه هنا، لازم تكمل. دي منطقه مهمه جدا. اللي تحت ده خلاص العصعصيه بقى، اللي تحت خلاص دي العصعصيه، دي ما فيهاش يعني مشاكل، دي ملهاش قيمه عندنا قوي يعني. لا ساعات بيجي الام فيها طبعا مهمه جدا وليها طرق علاج لوحدها خالص. تمام. لكن هي الوصله دي مهمه ليه؟ لان بنتنقل من الثبات للحركه. الفقرات ديت كلها ما بينها حركه. يعني كل فقره والتانيه فيها نوع من الحركه اللي احنا هنيجي نتكلم عليها. الفقرات ماسكه في بعضها عاشق ومعشوق كده يعني؟ عاشق ومعشوق لا يعني بمفاصل وغضاريف. مش ملحومه يعني، فقرات مش ملحومه في بعضها، ممكن تسيب يعني. ما هو ده سبب الالم بقى. هو ده سبب الالم وسبب امراض كتير. عشان كده ما نيجي نقول ما فيش حاجه اسمها العمود الفقري كله مرض واحد. العيان فاكر ان انا العيان يقول لي انا عندي غضروف هو زي التاني زي التالت زي المريض التالت. لا، كل مريض ليه تشخيص وكل واحد مختلف عن التاني. طيب كل فقرتين ماسكين في بعض طالع منهم عصبين يمين وشمال زي ما انا شايف، يمين وشمال. تمام. عشان ينزل يعمل لي حاجه اسمها الضفيره العصبيه وتنزل الاعصاب بتاعه الرجلين منها، سواء الناحيه اليمين والناحيه الشمال. يعني كل الاعصاب اللي خارجه دي بتتجمع، كل الاعصاب دي الضفيره بتبتدي تتجمع هنا في العضله اللي هنا. أيوة. وتعمل لي حاجه اسمها الضفيره العصبيه. ومن الضفيره العصبيه تنزل الاعصاب بتاعه رجلين اللي هي عرق الناس دي بقى. عرق الناس بنسميه عرق الناس في الشائع. عرق الناس يمين وشمال. يمين وشمال. تمام.